الخامسة صباحاً الثانية بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة أمينة محمد نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن نائبة السكرتير العام قد حرصت على نقل تحيات أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة للرئيس السيسي، وتطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين، وهو ما ثمنه الرئيس السيسي مشيدا بمواقف السكرتير العام الإيجابية فيما يتعلق بما تواجهه المنطقة من تحديات. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المتميز والتاريخي بين مصر والأمم المتحدة، كما تطرق إلى الأوضاع الإقليمية وإلى سبل التهدئة واستعادة الاستقرار في المنطقة. وقد شدد الجانبان على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأونروا. ومن جانبها أشادت نائبة السكرتير العام بالدور المصري النشيط في المحافل الدولية وخاصة الأمم المتحدة، وبدفع مصر الدؤوب تجاه السلام والاستقرار بالمنطقة، وذلك بهدف تجنيبها مواجهة إقليمية قد تكون لها تبعات شديدة السلبية إقليميا ودوليا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية في غزة والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية. ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، وذلك بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة، حيث شدد الرئيس السيسي على خطورة توسع نطاق الصراع إقليميا على نحو يصعب تصور تبعاته، مشيرا إلى أن حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسي لكافة الأطراف، وأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يكون بداية لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك الضامن الأساسي لاستقرار المنطقة. أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أهمية العمل على الارتقاء بمختلف أوجه التعاون السياسية والعسكرية والتجارية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وبما يصب في صالح تعزيز شراكتهما الاستراتيجية. جاء ذلك خلال استقباله أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة. كما توافق وزير الخارجية ونظيره الأمريكي على أهمية عقد الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة تأسيسا على دورها الهام في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وعلى جانب آخر، أعرب وزير الخارجية عن أمله في أن تشهد الجولة القادمة من مفاوضات غزة رغبة سياسية إسرائيلية صادقة لوقف الحرب على القطاع، حيث أكد عبد العاطي لنظيره الأمريكي أن رؤية مصر وجميع الدول الإقليم تجاه مستقبل استقرار الشرق الأوسط تتأسس على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية وضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ومن جانبه، أعرب بلينكن عن اتفاقه مع رؤية مصر الساعية لسرعة التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وتقديره لجهود الوساطة والمساعي التي تبذلها مصر في هذا الشأن. جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية والتعاون والتنسيق بما يسهم في إتاحة السلع بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات التي تم وجار اتخاذها، وذلك سعيا لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع والتصدي لأي ارتفاعات غير مبررة وخاصة في أسعار السلع الاستراتيجية. وأطمأن رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الموقف الخاص بتوافر احتياطيات مختلف السلع، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن أرصدة مختلف السلع في إطارها الآمن، لافتا إلى الجهود المبذولة لزيادة حجم الاحتياطيات وخاصة من السلع الاستراتيجية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير مع ممثلي شركة جنرال موتورز مصر لصناعة السيارات مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية. وأكد الوزير أن السوق المصرية تمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية التي تؤهلها لقيام صناعة سيارات قوية، موجها بدراسة سبل إشراف الشركة على إدارة العملية التدريبية بأحد مراكز التدريب المهنية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالوزارة. كما تناول اللقاء متطلبات ومقترحات الشركة التي تؤهلها للتوسع في السوق المصرية بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب. مشاهدينا، انتهى الموجز. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو من خلال جوجل بلاي أو الكيو آر كود الظاهر من محضرتكم على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة. تحياتي كريم الخولي وإلى اللقاء.